اهلا بكم في حلقه جديده من الاجنده. صرح وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس ووزير الخارجيه الامريكي مايك بامبيو الاسبوع الماضي بضروره ايقاف الحرب في اليمن خلال 30 يوم من تصريحهم. يعني خلال شهر نوفمبر هذا الجاري. والشروع في دوره جديده من محادثات السلام تبدا بوقف الاعمال العدائيه كما قالوا بما في ذلك الهجمات الصاروخيه والطائرات بدون طيار من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثي الى المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده في مقابل ان تتوقف الضربات الجويه للتحالف في جميع المناطق الماهوله بالسكان في اليمن ما الذي ينبغي ان نقبله في هذه الدعوه الى ايقاف الحرب وما الذي ينبغي ان نرفضه ولماذا وإلى أي مدى يمكن أن تنجح الدعوة إلى السلام في اليمن مع الميليشيا الانقلابية أو ما هي شروط تحقيق السلام الدائم والحقيقي في اليمن على ضوء تجربة إنسانية مشهورة هي التجربة الراوندية في الحرب والحل والتنمية هذه التجربة, هذه التجربة الراوندية بوصفها واحدة من أقوى النماذج على الصراع العرقي من ناحية وبوصفها واحدة من أقرب الحالات شبها بالحالة اليمنية كل هذا سنناقشه في هذه الحلقه فكونوا معنا. اذا هناك رغبه امريكيه لايقاف الحرب في اليمن. لماذا الان؟ وليس قبل اربع سنوات او ثلاث او اثنتين؟ الجواب لان الحرب حققت اهدافها الان. واصبح الضفدع غير قادر على القفز من الماء يقول العلماء إذا وضعت ضفدع في ماء ساخن فإنه سيقفز فورا خارج الإناء لأنه لن يتحمل الحرارة المرتفعة أما إذا وضعت في ماء فاتر ثم بدأت بتسخين الماء تدريجيا فإن الضفدع سيتكيف مع درجة الحرارة المتدرجة من خلال ضبط درجة حرارة جسم معها وعندما تقترب الحرارة من درجة الغليان هنا سيشعر الضفدع أنه لم يعد قادرا على التكيف ويقرر القفز خارج الإناء لكن بعد فوات الأوان لا يستطيع الضفدع في هذه الحالة القفز خارج الماء لأنه قد استهلك طاقة في التكيف مع الحرارة ما عندهش طاقة الآن للقفز الطاقة كلها استهلكها في عملية التكيف هذا ما يعتقد الأمريكان أنه قد تحقق للضفدع اليمني الضفدع اليمني في هذه الحالة هو الشعب اليمني الأمة اليمنية التي استهلكت طاقتها في مقاومة الانقلاب طوال السنوات الماضية وما ترتب على الانقلاب من آثار وأصبحت هذه الأمة غير قادرة على رفع أي إملاءات أجنبية هكذا يتصور الأمريكان ومن في فلكهم يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لإيقاف الحرب بعد ان حققت اهدافها السريه. تعتقد امريكا انها تستطيع اليوم ان تقول اوقفوا الحرب وستتوقف فورا. والاهداف السريه لهذه الحرب هي الاهداف التي يعرفها الجميع. وهذه هي المفارقه. يعرفها الامريكان والسعوديون والاماراتيون والحوثيون وتعرفها الشرعيه ايضا ويعرفها قطاع كبير من اليمنيين. الأهداف السرية في في الحرب اليمنيه تشبه المطار السري في مصر أيام عبد الناصر. كنت لما تسأل صاحب التاكسي رايح على فين يا يقول لك على المطار السري. الشعب كله كان عارف بالمطار السري ومع ذلك كانوا يسموه مطار سري. والأهداف الأمريكيه السعوديه الإماراتيه في حرب اليمن وانقلابها تشبه حكاية هذا المطار السري، الكل عارفها والكل منتظر النهايه التي تناسبه. الأمريكان وجدوا أن الوقت قد حان لإيقاف الحرب بعد أن حققت أهدافها غير المعلنة باعوا كميات سلاح مهولة لدول الخليج حصلوا على جزية مالية كبيرة تقدر تريليون دولار وربما أكثر من دول الخليج أخذوا موافقة على صفقة القرن التي تقضي بدمج إسرائيل في المنطقة من خلال التطبيع معها وانهاء القضيه الفلسطينيه واغلاق الملف الفلسطيني قضوا على الربيع العربي الذي كان يؤرق اسرائيل وما زال بنك المكاسب الامريكيه في الحرب في اليمن وفي سوريا وغيرها ما زال هذا البنك يتلقى المزيد من المكاسب ولاحظوا لاحظوا ان اعلان امريكا عن ضروره انهاء الحرب في اليمن جاء متزامنا مع توقف الحرب في سوريا الحرب في سوريا توقفت نسبيا مما يدل على انها ملفات مترابطه لدى الاداره الامريكيه هناك مدير واحد بيشتغل وبيوزع في ركعه الشطرنج هذا بالنسبه للامريكان اما بالنسبه للسعوديه والامارات فان الحرب في اليمن قد حققت اهدافها غير المعلنه وزياده اوقفوا زحف الثوره والتغيير الحلم اليمني الذي دفع اليمنيون فيه الغالي والنفيس أغرق اليمن في مستنقع الأحقاد التي لن تنتهي في المدى القريب والمتوسط مزق اليمن أشلاء بين حكام الطوائف والبليشيات لكنوا اليمنيين درس قاسي بسبب نزوعهم للتحرر والتغيير وايقنوا ان اليمني بات جاهز للخضوع لاي سلطه يرتضونها هم مهما كانت هذه السلطه فاسده او مستبده وكانهم بيقولوا يعني طلعتوا علي عبد الله صالح تحملوا المسؤوليه احنا بنربيكم ونجيب لكم من هو أسوأ منا. دفعوا اليمنيين للكفر بكل معاني التغيير والثوره والحريه. واخطر من هذا انهم سلموا مستقبل اليمن للامامه. والامامه ستتكفل بتحطيم القوى المعنويه والحسيه لليمنيين الى الابد. في اكثر من حلقه قلنا ان برنامج تجويع اليمنيين واذلالهم الذي مارسته دول التحالف الخليجي بدعم امريكي كان هدفه تطويع اليمنيين لتسويه سياسيه تضمن مصالح الجميع عدا اليمنيين. تضمن مصالح السعوديه والامارات ومن ورائهما بالطبع مصالح امريكا. وتضمن مصالح المشروع السلالي في اليمن. اما اليمنيون فلهم الله. زمان كان في نكته تقول السنه معهم السعوديه والشيعه معهم ايران والملحدين معهم لهم الله. احنا في اليمن على هذا الحال، كل واحد ضمن مصالحه بس ما فيش قوة الان تقدر تضمن مصالح اليمنيين غير اليمنيين انفسهم اذا فرضوا امر واقع. لا احد يفكر في القضية الاساسية لليمنيين وهي قضية تأمين النظامين الجمهوري والديمقراطي، هذه القضية الاساسية. وتأمين الجمهورية والديمقراطية معناه تجريد الامامة من كل امكاناتها في فرض واقع غير جمهوري وغير ديمقراطي في المستقبل. ومنها عدم تمكينهم من اقليم واسع اقليم على الارض بمنفذ بحري هذا شرط اي صيغه حل تبقي ميليشيا الحوثي في المشهد قوه متمكنه هي صيغه تهدد النظامين الجمهوري والديمقراطي في المستقبل ولا تؤسس لسلام دائم هناك حديث يجري على لسان بعض المسؤولين الامريكان عن اعطاء الحوثيين من منطقه حكم ذاتي مبهم الحدود غير واضح هذا الحديث يجب أن يواجه بقوة وحسم من قبل رموز الشرعية حتى لو أدى ذلك إلى اعتقالهم أو تقطيعهم بالمنشارية هذا هو الوقت المناسب لطلب الشهادة بالنسبة للرموز الشرعية يلا يكفيكم يكفيكم يا رموز الشرعية من الحياة ما عشتم ولم يتبق لكم سوى تسجيل موقف مشرف في نهاية حياتكم البائسة افعلوا ما فعله الشرفاء والعظماء مرة واحدة في حياتكم وقولوا للأمريكان والخليجيين لا لن نفرط في جمهوريتنا وكرامتنا ولن نسلم ركاب اليمنيين للغول السلالي مهما كان الثمن جربوا أن تقولوا لا وسترون كم أن هذه الكلمة عظيمة تبعث الحياة في الأجساد الميتة كلمة لا هذه ستضع العصا في العجلة على الأقل وهذا يكفي إذا ما كترتوش تنتصروا يعني نحن مع إيقاف الحرب بالتأكيد لكن أي حرب نحن مع إيقاف الحرب السعودية الإماراتية على اليمن واليمنيين ولسنا مع إيقاف الحرب حرب اليمن مع المشروع الكهنوتي المستبد إلا إذا سلم المتمردون بإرادة اليمنيين وفقا للمرجعيات المعروفه ايقاف عاصفه الغدر الخليجيه اصبح مطلب لتحقيق النصر على الانقلاب والمشروع السلالي تحالف الغدر لم يعد معرقلا لتحرير اليمن واليمنيين فحسب بل اصبح طرفا حقيقيا في الحرب عليهم احنا بنتلقى بنحارب في جبهتين جبهه مع الانقلاب وجبهه مع الخليجيين حرب التحرير الحقيقية لن تبدأ إلا بعد التخلص من تحالف الغدر العربي نفسه بالتأكيد ستصبح المهمة أصعب وأكبر بعد التخلص من تحالف الغدر الخليجي لكنها ستصبح مهمة مضمونة وخالية من أي شبهة اليمنيين كلهم حيلتفوا فيها الجسم اليمني مريض ومنهك هذا صحيح لكن هذا لا يعني أن نعقد صفقة مع المرض المشروع السلالي مثل الدوده الزائده والدوده الزائده اذا انتفخت لا يجدي معها الا القطع والا فانها ستؤدي الى وفاه الجسم, الجسم كله ولعل خلاصنا لعل خلاصنا من من تحالف التحالف الغادر لعله يكون بدايه الخلاص من الانقلاب كما قلت المطلوب هو القطع مع التحالف والاعتماد على النفس حتى لو بدأنا الرحله من الصفر. هذا في حالة ان القوى الاقليميه والدوليه ارادت ابقاء الجيب الامامي متحكم في البلد. اقول هذا الكلام من باب الامانه التي سيحاسبنا عليها الله والتاريخ. امانه المثقف هي ان يكون ضمير مجتمعه وان يبقى هو بوصلة هذا المجتمع في الاتجاه الصحيح. السلام مع الإمامة ما لم يضمن سلامة الجمهورية والديمقراطية والعدالة الانتقالية فهو سلام زائف. سلام ما بعده سلام كما قال أحدهم. وخير لنا أن ندفع ضريبة هذا الصراع الآن مع الإمامة مرة واحدة بدل ما ندفعها مرتين وثلاث في المستقبل. خلونا ندفعها كاش الآن. هذه الجماعه لم تترك من الجرائم شيء الا وفعلته في اليمنيين وهي في حاله حاجه اليهم خالفت كل الاعراف والتقاليد التي عرفها اليمنيون هذه الجماعه اذلت اليمنيين بطرق غير مسبوقه وهي في حاله حاجه اليهم فما بالك لما تكون متحكمه ومسيطره تماما كيف ستسويه في الناس من كان يتصور ان تقدم جماعه في اليمن على اعتقال عروس او اثنتين وتقوم بتحذيرها وتحلق شعر راسها بتهمه انها ستزف لعريس يمني في مارب. من كان يتصور ان هذا يحصل في اليمن؟ هكذا فعلت الميليشيا بعروستين او بعروسين في صنعاء فتاتين في زفافهما اعتقلتهما وعزرت بهما وقصت وحلقت شعر رأسيهما وهذا غيظ من فيض لا منتهى له من جرائم هذه الميليشيا بحق اليمنيين تعالوا نستمع إلى الحادثة من جزء من بيان منسوب لنساء يمنيات أطلقن على أنفسهن نساء طوق صنعاء يذكر حادثة اعتقال هاتين العروسين والتعزير بهما من قبل ميليشيا الحوثي تعالوا نستمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن نساء قبائل طوق العاصمة الصنعاء. كنا يومنا هذا 30 أكتوبر 2018 بوقف إحتجاجي هنا في طوق العاصمة الصنعاء. وقد قمنا بإصدار البيان التالي، أولاً ندين ونستنكر ما تتعرض له النساء من جمع وارهاب واعتقالات واعتداءات مخالفه لديننا وقيمنا واخلاقنا وعرفنا القبلي من قبل ميليشيات الارهاب الحوثيه وكان آه كان اخرها الاعتداء على عروستين ستزفان الى ازواجهن بمارب وقامت الميليشيا بالحلق بحلق رؤوسهم تأزير بهم وهذه بادره خطيره لم تكن بها الجماعات الارهابيه لا داعش ولا القاعده ثالثا رسالتنا الى اهلنا واخواننا وابنائنا من مشائخ وقبائل ضب صنعاء نناشدكم نحن امهاتكم واخواتكم وبناتكم بسم الله ثم باسم الوطن باسم الجمهوريه نناشدكم باسم كل امراه وانتهت عرضها وانتهكت وانتهكت حرمه بيتها نناشدكم باسم القبيله والعرف الجبلي ونضع امامكم وامام نخوتكم ومروءتكم يا رجال نجاه الله ورسوله الكريم عليه افضل الصلاه والسلام ان تخرجوا عن صمتكم الذي قتلنا وقتل كرامتنا وكرامتكم هذه هي الافعال التي تدل على وجود مخزون كبير من الرغبة في إذلال اليمنيين لدى هذه الميليشيا عموما هناك من يشكك في رغبة الأمريكان بإنهاء الحرب في اليمن ويعتقدون أنها مجرد يعني فقاعة انتخابية تخدم ترامب في الانتخابات النصفية للكونغرس خاصة وأنه معنا تجربة مع كيري مثلها سقطت يعني كان في مقترحات لكيري تم إسقاطها ومن المحتمل أن تسقط مقترحات بومبيو وماتيس لكن الظاهر أنها هذه المرة الرغبة جادة فعلا بدليل أن التصريحات صدرت من جهتين أمريكيتين من وزارة الدفاع الأمريكية ومن وزارة الخارجية الأمريكية وهاتان الوزارتان عادة لا يتفقان ما يتفقوش إلا في رغبة حقيقية بالفعل الأمريكان يتعاملون مع الملف اليمني باعتبار ملف ثانوي ملحق بالملف السعودي تابع لل للحليف السعودي. يعني الامريكان لا يسمعون الا الرغبه السعوديه ولا يقرؤون الملف اليمني الا من خلال عيون ال سعود. مهمه الشرعيه او شرفاء الشرعيه ان يكسروا هذه القاعده ويقدموا اليمن كملف مستقل ومفاوض صلب لا يقبل التنازل عن حقوقه مهما كانت النتائج. أقول مهما كانت النتائج لأني أدرك أنه نتائج فك الارتباط مع تحالف الغدر قد تكون وخيمة على الجيش الوطني والشرعية، احنا مدركين ذلك. خاصة إذا كرر هذا التحالف الغادر مد يد العون في السر للحوثيين، هذا متوقع منهم. إلا أن الأكثر خطورة هو أن نمنح الانقلابيين الإماميين صك المشروعية بأيدينا في المفاوضات. هذه هي الخسارة الأعظم. السلام لا يسمى سلاما الا اذا انهى اسباب الحرب السلام نتيجه وثمره لمقدمات صحيحه تضمن السلام على اليمنيين اليوم ان يؤسسوا لسلام حقيقي مهما كانت التضحيات لاننا اذا لم نؤسس للسلام الحقيقي اليوم ستظل اليمن تحت تهديد الكلاكل والحروب كل كذا عقد من السنين إذا خرج الإنقلابيون في المفاوضات القادمة بمكافأة على جرائمهم فلن يكون هناك سلام حقيقي في اليمن ولن يكون هناك رضا اجتماعي لدى اليمنيين الصدور موغورة ولن يكون هناك ثمة تنمية واستقرار وستظل وصي... النار تحت الرماد المفاوضات القادمة إذا كانت جادة إذا كانت جادة هي أشبه بعملية جراحية لمريض بالقلب إذا لم تنجح العملية تماما فلن يعيش المريض طويلا فما بالك إذا نسي الطبيب المقص في بطنه وإحنا خايفين من المقص الأمريكي هذا على الأرجح فإن تحالف الغدر ومعه الأمريكان سيتركون عددا من المقصات في بطن, في بطن السلام الزائف الذي يرتبون له. خلاصه الكلام اذا كانت هناك فكره للسلام فينبغي ان يقدمها المعتدي الذي سبب الحرب وليس الضحيه. الضحيه اذا تحدث عن السلام في هذا الوقت فانه يعني الاستسلام فقط. الاستسلام لنشر لشروط المعتدي وهذا لا يؤسس سلام حقيقي في المستقبل. وهذا عناه الكاتب البريطاني ديفيد فرومكن لما قال لما عنون كتابه بعنوان سلام ما بعده سلام الكتاب كان يتحدث عن الظروف السرية التي ولد فيها الشرق الأوسط الحديث تحدث عن خطط التقسيم الاستعماري في نهاية الحرب العالمية الأولى وعنوان الكتاب بهذا ولادة الشرق الأوسط سلام ما بعده سلام وهو يوحي بأن السلام الذي تحقق آنذاك كان سلام زائف ستولد من بعده حروب كثيرة في العالم في العالم وفي الشرق الأوسط وهذا ما حدث وما زالت الحروب قائمة في الشرق الأوسط حتى اليوم بسبب هذا السلام الذي ما بعده سلام ويبدو أن السنوات الثلاث القادمة ستفاجئنا بحروب أخرى في المنطقة لا أستبعد أبداً أن نشهد حرباً بين عدد من دول حوض المتوسط تركيا تحالف إسرائيل واليونان ومصر خلال السنوات القليلة القادمة على خلفية النزاع حول الغاز في البحر الأبيض المتوسط هذا إذا حدث سيجر المنطقة كلها إلى حرب ربما عالمية ثالثة لا قدر الله ستتغير فيها الكثير من الظروف والأحوال إسرائيل بدورها رتبت تحالفاتها السرية والعلنية النظام المصري اشترى سلاح بأكثر من عشرين مليار دولار خلال ثلاث سنوات، معظم هذا السلاح مخصص لحرب بحريه ليس فيها خصم للنظام المصري سوى النظام التركي، وتركيا تقول بلسان مبين نحن سنرسل سفننا للتنقيب او سنرسل سفننا للتنقيب وسنرد على اي تحرش بهذه السفن. يعني القضيه قضيه ارض. أحيانا يبدو لي أننا في اليمن بحاجة إلى معرفة تجارب الحروب والنزاعات في العالم. يعني لو كان بيدي شأن وزارة التربية والتعليم سأقرر مادة أسبوعية تسمى مادة الحرب والنزاعات. نعرض للطلاب فيها بالصور والفيديوهات قصة الحرب في تاريخ الإنسان. أسباب الحروب نتائج هذه الحروب وآلياتها ومجرياتها وخطاب الأطراف المتحاربة وحجج هذه الاطراف فيها حتى نحصن الاجيال من النزوع الى الحرب، نزعه الحرب والعنف. اذا وصلت الرساله بشكل جيد الى اذهان الطلاب يمكننا حمايه المستقبل من خطر الحروب والنزاعات التي يشعلها اصحاب الضمائر القبيحه. ولعل اهم تجربه نزاع ينبغي ان نطلع عليها هذه الأيام نحن اليمنيون هي تجربة الحرب الراوندية في تسعينيات القرن الماضي لأنها بالفعل نموذجية، تجربة نموذجية وفيها نقاط تشابه يعني تتشابه كثيرا مع الحالة اليمنيه. راوندا دولة تقع في شرق وسط القارة الإفريقية كانت دولة فقيرة جدا بسبب سوء الإدارة ومشاكل الصراع القبلي على السلطة في صورة تشبه حال اليمن أيام علي عبد الله الصالح أو حتى قبل وبعد حرب طاحنة قتلت حوالي مليون شخص خلال مئة يوم فقط في أشهر مذبحة في القرن العشرين بعد هذا أصبحت رواندا اليوم أسرع اقتصاد في قاره افريقيا بل انها صنفت كسابع اقتصاد في العالم من حيث النمو لكن دعونا نبدا الحكايه او القصه الراونديه من بدايتها في اواخر القرن الثامن عشر تعرضت راوندا للغزو الالماني وكعاده الاستعمار حاول الالمان تعزيز وجودهم من خلال الاستعانه بطائفه من الراونديين يعني الراوندين كانوا منقسمين إلى قبائل. كانت رواندا حينها مستوطنة لقبيلتين كبيرتين قبيلة اسمها الهوتو صاحبة الأغلبية العددية تشكل قرابة 85% من سكان رواندا. وقبيلة التوتسي التي تشكل أكبر أقلية في رواندا هي أقلية لكنها أقلية كبيرة. عندما غزا الألبان رواندا استعانوا بملك التوتسي لتعزيز وجودهم. كان في ملك مع التوتسي استعانوا بهذا الملك لتعزيز وجود الالمان واصبح حليف للالمان. وظل الحال كذلك الى ان جاءت بلجيكا الاستعمار الثاني بعد الحرب العالميه الاولى. غزت رواندا واتخذ البلجيكيون سياسه الفصل العنصري بين الراونديين من اجل اضعافهم، استحدثوا نظام بطاقات هوية جديدة قسموا من خلالها الراونديين إلى هوتو وتوتسي وفقا لمعايير جسدية كان يفرزوهم حسب معايير جسدية حسب طول القامة وحسب شكل الجمجمة وحسب الأنف وهكذا حملت بطاقة الهوية الشخصية حال يعني حملت البذور العنصرية نفسها كان مسجل في البطاقه نفسها هذا هوتو وهذا توتسي البطاقه نفسها حملت بذور النزاع الذي سيندلع فيما بعد ويسبب اكبر مذبحه في التاريخ الحديث لجا البلجيكيون الى الاستعانه بالاقليه التوتسيه ايضا لقمع الاغلبيه الهوتيه التي كانت تعمل في مجال الزراعه كان ملاك الارض غالبا من التوتسي الزراع هوتو مع ملاحظه ان كما قلت معظم ملاك الارض كانوا من الاقليه التوتسية وهذه السياسه هذه السياسه زرعت بذور الثوره في نفوس الهوتو ضد بلجيكا وضد التوتسي. وهنا ادركت بلجيكا ان عليها ان تغير سياستها قبل فوات الاوان، قبل ان ينفجر الوضع. طيب ماذا فعلت؟ نقلت تحالفها من التوتسي الى الهوتو. راحت تتحالف مع الهوتو ومنحتهم السيطرة على الكنيسة الأم داخل رواندا وأصدرت للهوتو صحيفة تعمل على التحريض ضد الأقلية التوتسية هذه الصحيفة وصفت التوتسيين بأنهم إقطاعيين وأنهم صراصير وليسوا من السكان الأصليين يعني مثل ما نقول في اليمن متوردين جاءوا من أثيوبيا مثل ما بيقولوا أكيال اليمن وبيقولوا أنه هذول المتوردين الأثيوبيين سيطروا على الأرض والسلطة كما فعل السلاليون في اليمن زمان يجي هجرة ويستولي على أرض الكبيلية المزارع في نهاية الخمسينيات تحديدا في 1959 قبل ثورة سبتمبر بحوالي أربع سنوات اندلعت الثورة الراونديه وتمت الاطاحه بالملكة التوتسي وبسلطه الاقليه العرقيه. واحرقت بيوتهم وقتلت أبكارهم وفروا، التوتسيين فروا الى الدول المجاوره او اغلبيتهم. ونستكمل القصه. استمر التحريض ضد قبيلة التوتسي طوال فترة حكم الهوتو خلال الستينيات والسبعينيات وفي هذه الأثناء كان التوتسيون يتعرضون للمضايقة في الدول المنفى بالجوار بالدول الجوار حتى أن الأوغنديين مثلا طردوا أكثر الراونديين إلى الحدود بين أوغندا وراوندا قالوا لهم ما لكمش عايش عندنا روحوا شوفوا لكم حل يعني طردوه من منطقة صعدة تقريبا. في منطقة الحدود هذه بين اوغندا ورواندا، قرر بعض الشباب الراوندي تنظيم صفوفهم وتشكيل قوة مسلحة ومدربة سموها الجبهة الوطنية الراوندية. هذه الجبهة قررت في عام 1991 غزو رواندا على طريقة الحوثيين. من الشمال للجنوب. فتم صدها هذه الغزوة من قبل الجيش الراوندي وقتل زعيم الراونديين حسين بدر الدين مجازا يعني قام خليفته عبد الملك كاغامي استطاع تنظيم صفوف الجبهة واستطاع إعادة الكرة حتى وصلت قواته إلى مشارف العاصمة الراوندية تقدر تقول لعمران وبالرغم من تدخل الأمم المتحدة لحل النزاع إلا أن النزاع لم يحل وبدأت الحكومة الشرعية الراوندية اللي تبع الهوتو بدأت بالتحريض على السكان من قبيلة التوتسي التوتسي وتوصفهم بأكذع الأوصاف في هذه الأثناء وقع حادث غامض سبب اندلاع أشرس المذابح الحادث هو أنه تم إسقاط طائرة الرئيس الراوندي الشرعي الذي ينتمي إلى قبيلة الهوتو سقطت الطائرة بطريقة غامضة إلى اليوم ما أحد عارف كيف سقطت من أسقطها بصاروخ طبعا لا أحد يدري من الذي أسقطها لكن الهوتو طبعا اتهموا الجبهة الوطنية التوتسية بإسقاط الطائرة وعلى إثر ذلك أعلنوا الحرب الشاملة ضد التوتسيين الموجودين آنذاك وأمروا جنودهم وزعوا السلاح وزعوا الفؤوس والسكاكين على رجال القبيلة وأمرهم بقتل كل توتسي سواء كان رجل او امراه او طفل وكل من يتعاطف معه من الهوتو وخلال مئة سنه فقط عفوا خلال مئة يوم فقط قتلوا ثمانمائة الف شخص توتسي في اكبر واسرع مذبحه شهدها القرن العشرين طبعا كانوا يتعرفون على التوتسيين من خلال البطاقه بطاقه الهويه ما حد يقدر يهرب وهذه هي مشكله البطاقه اللي اسسها الاستعمار. هذا هو المسمار الخطير الذي وضعه الاستعمار البلجيكي بين الراونديين. التقسيم العرقي. ما حدث في رواندا عام 1994 كان مهول بالفعل. كان الجار يقتل جيرانه والزوجه الهوتي مثلا يقتل زوجته اذا كانت من التوتسي. وإذا لم يقتلها هو بيده سيقتلها الهوتيون ويقتلونه معها ممنوع التعاطف مع الهوتسي استمرت هذه المجازر المتبادلة طبعا أيضا التوتسيين بادلوهم المجازر بشكل محدود استمرت هذه المجازر مئة يوم ذهب ذهب ضحيتها مليون راوندي من الطرفين طبعا بعدها تمكنت قوات الجبهة الوطنية التدسيه من دخول العاصمه واحتلالها. وتشكلت حكومه جديده مع موجه نزوح جديده. موجه نزوح هذه المره من قبل قبائل الهوتو، الهوتو هم الذين هربوا هذه المره. خافوا من الانتقام من السلطه الجديده. لكن الحكومه الجديده فشلت في اداره المرحله. وغرقت البلاد في الفوضى. الى ان استلم البلاد قائد الجبهه الوطنيه نفسه بول كاغامي طبعا من حسن حظ الراونديين أن كاغامي هذا طلع ابن حلال ولديه رغبة حقيقية في إحلال السلام الحقيقي في رواندا ما الذي فعله كاغامي؟ ما فعله كاغامي يستحق فعلا أن نتأمل أن نحن اليمنيين لنعرف كيف تحل النزاعات من هذا النوع ولنصدق أيضا أن الجماعة الحوثية غير قادرة على التعايش مع اليمنيين لانها مصابة بعيوب خلقية. عيوب خلقية لا تسمح لها بالعيش بدون حروب وانتهاكات واذلال لليمنيين. شوفوا رواندا بعد كل هذه المذابح استطاع هذا الرئيس ان يحقق المعجزة وينقذ رواندا. لانه ليست لديه هذه العيوب الخلقية التي موجودة لدى التيار لدى الجماعة الحوثية. اخطر هذه العيوب الخلقيه هي عقيده الاصطفاء العرقي التي لا تهزها الحروب ولا تسقطها المفاوضات هذه مشكله ما يمكنش حلها في اليمن ابدا ممكن تحلها في اوغندا ممكن تحلها في رواندا ممكن تحلها في اي مكان في العالم الا في اليمن وضع الرئيس الرواندي الجديد خطه شامله تحقق هدفين الهدف الاول توحيد الراونديين بعد يعني بعد المذبحه لانه المذبحه مزقت النسيج الاجتماعي تمزيق كامل والنفوس نفسها كانت ممزقه فاراد جمع الراونديين ولملمت وجدانهم كان هذا هدف الهدف الثاني كان انتشال راوندا من الفقر المدقع ومن اجل تحقيق الهدفين أو من أجل تحقيق الهدف الأول والأهم وهو توحيد الراونديين المنقسمين عرقيا وضع خطة من أربعة بنود البند الأول هو إحياء ذكرى المذبحة كل عام كل عام يسووا إحياء لهذه المذبحة لمدة مئة يوم مئة يوم في العام خلال المائة اليوم هذه يطلع رئيس الجمهورية يعلن الحداد في البلاد لمدة مئة يوم ويقدم خطاب لتعزيز الوحدة الوطنية القصد من هذا البند هو استثمار ذكرى المذبحة بطريقة إيجابية في النفوس لمنع تكرارها في المستقبل البند الثاني في الخطة هو تثقيف الشباب الراوندي في المدارس والمعسكرات الشبابية بأسباب الإبادة الجماعية وبكيفية تلافيها في المستقبل، والمعالجات اللازمه لذلك. البند الثالث في الخطه، هو تحقيق العداله الانتقاليه من خلال تقديم كبار المجرمين للمحاكم الدوليه. عنصر مهم، تقديم كبار المجرمين للمحاكم الدوليه، وتحويل المشاركين في المذبحه الى محاكم عرفيه محليه على مستوى القرى والبلدات. طبعا هذه المحاكم العرفيه المحليه تحولت الى منتديات لاعاده تاهيل هؤلاء القتله واعاده دمجهم في المجتمع بعد قضاء عقوبه يعني عقوبه مناسبه تخدم المجتمع. اما البند الرابع وهو الاهم فقد قررت الخطه انشاء وطن جديد الدين وطن جديد بعلم جديد ونشيد جديد ودستور جديد هذا الدستور لاحظوا يحرم استخدام المسميات العرقية ممنوع تسمية هوتو توتسي ممنوع مصطلح سيد وكبيلي هذا كان البند الرابع والمهم وكان الدستور يجرم استخدام أي خطاب عرقي أي خطاب عرقي مثل الولاية وآل البيت وما شابه ذلك هذا يجرمها الدستور الراوندي يعتبر يعني جريمة يعاقب عليها وعلى الجانب الآخر كلف الرئيس الجديد لجان علمية الجانب الآخر اللي هو الخطة الثانية انتشال رواندا من الفقر كلف الرئيس الأوغندي الجديد لجان علمية لدراسة التجارب التنموية الناجحة في العالم مثل التجربة السنغافورية وغيرها وبدأ الراونديون في تطبيق نتائج هذه الدراسات اللجان تروح تجيب دراسات عن تجارب تنموية ويجوا يطبقوها في رواندا خلال 20 سنة فقط أصبحت رواندا أكبر اقتصاد نامي في أفريقيا كلها وسابع اقتصاد في العالم من حيث النمو. التجربه الراونديه يمكنها ان تلهمنا الكثير من الدروس في اليمن خاصه وان فيها شبه كبير بالحاله اليمنيه الى حد ما. الدرس الاول الذي يمكن ملاحظته في هذه التجربه هو ان مصلحه الاطراف الاجنبيه لا تتحقق الا بتقسيم المجتمع وتمزيقه واضعافه على ميليشيات و طوائف وعرقيات وهذا الذي نحذر منه في اليمن وهذا الذي تسعى اليه الامارات والسعوديه وغيرها تحالف الغدر في اليمن الاجنبي الاجنبي هو الذي وضع الالغام الاولى بين الراونديين من خلال تقسيمهم على اسس عرقيه مسجله في بطاقه الهويه بعد ان كانوا متداخلين ومتزاوجين ما يعرفوش الكلام هذا. الدرس الثاني يقول ان استحواذ الاقليه العرقيه على السلطه لا يمكن ان يضمن استقرار المجتمع والدوله ابدا بل انه يصبح مصدر قلق وخراب لهذه الدوله. لا استقرار الا برضا برضا الاغلبيه الاجتماعيه لاحظ الاغلبيه الاجتماعيه وليس الاغلبيه العرقيه وهذا الرضا لن يتحقق الا بدستور توافقي يتوافق عليه الجميع يضمن مصالح الجميع هذا الدرس الثاني الدرس الثالث يقول ان الخطاب العنصري يمكن ان يتسبب في مذابح مهوله وانه لا استقرار ولا سلام في الدوله بدون تجريب الخطاب العنصري داخل المجتمع وهنا تكمن العقده الحقيقيه لمشكلتنا في اليمن المشروع الامامي لا يستطيع الاستغناء عن الخطاب العنصري ابدا. ومن ثم لا يمكنه القبول باي حل عادل في اليمن. وهذا ما يجعل اغلبيه اليمنيين يؤمنون بان الحل مع المشروع الامامي لا يكون الا بالحسم العسكري. والا فليثبت يتفضل يثبت انه قابل للتعايش مع اليمنيين. يتفضل هو المعني بهذا الامر مش هو المفروض يقدم مشروع السلام وشحنه مش الدرس الرابع الذي يمكن ملاحظته في التجربه الراونديه هو ان الانتقال الى مجتمع السلم والتنميه يحتاج الى مرحله انتقاليه تاخذ فيها العداله حقها من المجرمين لازم المجرم ياخذ يعني تجري عليه العداله وبدون هذه الشروط يصعب التفكير في اي خطه سلام مجتمعي الا اذا كنا نشتيها عمليه وننسى داخلها المقصات وال... وادوات العمليه هكذا حلت رواندا مشكلتها وهكذا ينبغي ان نحل مشكلتنا في اليمن اذا كنا جادين واذا كنا نريد ان نضمن سلام دائم لأجيالنا وذرياتنا لأن اليمن لم تشهد سلام دائم ثابت من عشرات السنين بهذا تكون الحلقة قد انتهت نلقاكم في السبت القادم في أمان الله